قد لا تجد لافتة واحدة تدل على طبيب أسنان سوري في تركيا. الأطباء الذين يبحث عنهم السوريون المقيمون في عنتاب، وذلك لتدني تعرفة المعالجة أو لعدم إجادة العديد من المرضى للغة التركية. تعرف محمود مؤخراً على عيادة طبيب الأسنان نبيل، والذي يعمل لصالح السوريين حصراً ليتفادى مخالفة عدم ترخيصه للعيادة. بصراحة عم نلاقي كتير صعوبة نحن كسوريين، في نسبة كبيرة ما بيعرفوا كيف يتعاملوا مع الطبيب التركي، كيف ممكن يشرحوا له عن طبيعة الوجع اللي عم يكون موجود فيهم. عم نضطر نروح عند الدكتور السوري لأنه عم يفهم فينا، يعني عم بيفهم علينا أكثر. ينتظر أطباء الأسنان السوريون تعديل شهاداتهم أو الحصول على الجنسية ليزاولوا مهنتهم بأريحية، ويقولون بأنهم لا يواجهون سوء معاملة من السلطات التركية التي تغض الطرف عنهم إلا في حال وصلت شكوى وتمت مصادرة أجهزة الطبيب المخالف، حينها فقط يتم توجيه إنذار شفهي لهم بعد التأكد من صحة شهادته. والله طبيب أسنان السوري عم يعاني في مشكلة أنه يفتح عيادة في مركز مديني أو عيادة مرخصة بشكل كامل أو مركز أسنان ضخم، يعني بسبب أنه ما في تعديل وما في جنسية. القانون التركي بيقول لك أنه طبيب الأسنان السوري أو الأجنبي بشكل عام ممنوع يفتح عيادة أو مركز أسنان إلا ليحصل على الجنسية ولتكون شهادته تركية يعني معدل. وطبعا عم نعاني بالتعديل لأني عائق اللغة. خدمة تقدم بأقل التكاليف للسوريين بانتظار قرار أو طريقة قانونية تخرج مثل هذه العيادات إلى العلن. مشاكل عديدة يواجهها الأطباء والمرضى السوريون في تركيا على حد سواء، والسبب الرئيسي هو حاجز اللغة. ويعتقد الكثيرون من المرضى أنهم إذا وجدوا طبيباً يعالجهم دون مترجم وسيط فهم محظوظون. وائل عادل، تلفزيون سوريا، مدينة عنتاب، جنوب تركيا.